السلالي امك وحسام حسن احلى فرقه مصر فيها زي العسل الله حاجة اتغيرت فيا أنا مش أنا كبرت ملامحي وعمري كبرت فيا أنا مش أنا أنا كل حاجة اتغيرت فيا أنا مش أنا كبرت ملامحي وعمري فيا أنا اللي من كتر الهموم ما بقتش شايفة الفرحة عمره ما عدى من قدامي الصدفة بدي يوم ما جيت قدامي أنا بتعصب وبس أنا اللي من كتر الهموم ما بقتش شايفة أنا اللي من كتر الوجع ما بقتش أحس فرحة عمر ما عدى من قدامي الصدفة من يوم ما جيت الدنيا أنا بتعصب وبس سنين وأنا واقفة في مكاني باخد كفي في الدنيا مش عمره أواني ولا شلني أبدا هم لوحدي في الحالة شيعة وعيشة دنيا بلا فيا وفتي جيبان الكافية دول حلودا سنين وانا واقفة في مكاني باخد كفي في الداني محدش عمره أواني ولا شال عني أبدا سمعني وش معنى ناني لحظي كده يا دنيا كفاية هاتي اخرك معايا هاتي دي النهاية كده
قهوه الرجاله فين حباب العرسان يجوا معانا هنا تعالوا معانا معاك في نص احلام احلام وعيش
Yeah.